بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقوم في هذا الدرس بعملية الطباعة لقاعدة من قاعدة البيانات. لدينا هنا قاعدة البيانات، سوف نقوم بنظرة عامة على قاعدة البيانات، كيف نستخدمها ونربطها بالدلفي ونقوم بعملية طباعتها. لدينا مثلا هذا الجدول، الجدول لدي مجهز من قبل، هنا أعطيته الرقم وأعطيته اللقب والاسم وتاريخ الميلاد، وأضفت إليه كذلك الصورة. الصورة أضعه في الأكسس، يعني كائن، يعني هنا نعطيه كائن. هذه هي قاعدة البيانات التي قمت بعملها. أحفظ الملف وأفتح الدلفي وأربط الدلفي بقاعدة البيانات. هنا لقد قمنا بوضع دروس سابقة، سوف تجدون كيف نستخدم قاعدة البيانات في الأكسس وكيفية الربط في الدلفي. كذلك توجد فيديوهات سابقة، انظروا إليها سوف تجدون كيف قمنا بتلك العملية. نفتح الدلفي، نفتح ملف هنا جديد، ملف جديد هكذا. سوف نقوم بعملية ربط الدلفي مع الأكسس، وهذه العملية لقد قمنا بها عملية سابقا، سوف أستخدمها بطريقة سريعة بدون شرح. سوف أستخدم أدو. أدو كونيكسيون. Add table. واستخدم data source. هكذا. أضغط مرتين أو أضغط عليه من هنا. Add connection. هنا سوف أذهب إلى مسار الملف. أختار من هنا Microsoft Jet Cat. أقول له تالي. وأختار الملف أنا وضعته في سطح المكتب. هذا هو الملف. وأقول اختبار الاتصال. هنا نجح اختبار الاتصال وأقول لهم موافق. أوكي. سوف في هذا العنصر في اللوجين سوف أعطيه فولس هكذا. أذهب إلى أدو تيبل، أربطه بأدو كونيكسيون هنا، وأختار الجدول. لدي الجدول تيبل هنا، أختار تيبل وأعطيه ترو. هنا أكتيف سوف أعطيه ترو، وداتا سورس سوف أعطيها لتيبل. هذه هي طريقة الربط بموجز أو بطريقة سريعة. سوف أختار دي بي جريد لكي تظهر لنا المعلومات. هنا دي بي جريد، وأختار دي بي نافيغاتور للتغيير فقط. هنا أختار دي بي نافيغاتور. سوف أعطي دي بي جريد الخاصية في اللاين للأسفل هكذا، وكذلك سوف أعطيها دي بي نافيغاتور هكذا. أعطي دي بي نافيغاتور، أعطي داتا سورس. عندما نضغط مرتين فقط تأتي مباشرة. كذلك لدي بي جريد كذلك. هنا لقد أتت المعلومات، كما ترون هنا المعلومات أنها غير ظاهرة. نضغط عليه مرتين هنا على دي بي جريد وأظهر جميع الحقول. عندما نضغط هنا نرى أن الويث هنا العرض 64. سوف أعطي النوم، أنظر كما هي 904. سوف أعطيها 150 لكي تكون صغيرة في الحجم كما ترون. ها هي أصبحت صغيرة. ها هنا سوف أصغرها لبرينوم. كذلك سوف أعطيها 105. ها كما ترون، ها هي ظهرت جميع الحقول كما ترون. نغلق هذه النافذة، وكذلك عندما نضغط على سوف أعطي قبل البرنامج، سوف أضغط على أدو تيبل مرتين كذلك، أظهر جميع الحقول. سوف أظهر جميع الحقول، وعندما نضغط عليها مع كنترول أو مع شيفت، تكون هكذا تحديث كاملا، وأضعهم هكذا كما ترون هكذا.
سوف أصغر في الحقلين هذين، هذين سوف أعطيهم. كذلك العرض مثلا 150 هكذا، وهنا هذا الحقل سوف أعطيه 100. أضع الإيماج من هنا. هنا كما ترون الإيماج، كما ترون الصورة أنها غير كاملة، نعطيها الخاصية ستريتش، سوف تكون محتوى الصورة داخل هذا العنصر، سوف تكون الصورة محتوى في هذا العنصر. نذهب إلى خاصية ستريتش، نعطيها ترو، هكذا لقد أصبحت محتوى داخل الصورة. هنا لقد قمنا بعملية الربط ما بين الأكسس والدرفي. مثلاً أضع الإيماج من هنا هكذا. هنا سوف نقوم لكل تسجيلة إضافة لها صورة معينة تابعة لها، مثلاً اسم الشخص، كل اسم شخص له صورة خاصة به. يعني كيف يتم تغيير الصورة؟ لقد قمنا سابقا بوضع فيديو كذلك لها. نختار بوتون، سوف نعيد الفكرة. هنا نضع بوتون ونضع كذلك المكون الذي نستخرج منه، وهي صندوق الحوار open picture dialog، يعني فتح الصورة من هذا الديالوج. هذا نحتاجه في فتح الصورة لكل شخص في قاعدة البيانات. نضغط مرتين على البوتو، هنا نسميه مثلا، نعطيه اسم مثلا اختيار الصورة، أو الصورة نسميه اختيار الصورة لكي تكون واضحة، هكذا اختيار الصورة للشخص كل في قاعدة البيانات. نضغط عليه مرتين ونعطيه الكود، لقد قمنا باستعمال الكود وأنا وجدته سابقا، كذلك لنختصر في الوقت. هنا ننسخ هذا الكود، لقد استعملناه سابقا. هذا هو الكود، يعني دي بي إيماج، نستعمل دي بي إيماج بيكتور لود فروم، يعني نأخذ الصورة وكذلك يقوم بعملية النسخ واللصق في، سوف أوضح لكم. هذا هو الكود، نقوم بعمل التنفيذ ونرى كيف يقوم هذا الكود، كيف يقوم عمل هذا الكود. ها هنا هكذا سوف اختار مثلا، هذا لديه الصورة، هذا مثلا اذا رحت الذي بعده سوف تأتي الصورة. هنا لقد وضعت الصورة صورا سابقا، مثلا اريد ان اغير الصورة، مثلا صورة هذا الشخص الاول، اختار من هنا اختيار، هكذا سوف اختار مثلا من الصور، هكذا أضغط على الصورة. هنا لم تأتي الصورة، هنا على خاصية جي بي جي، يعني سوف أعرفها في الدلفي كما استعملناها سابقا. سوف أقوم بعملية تعريف الجي بي جي في هنا، سوف أعطيه فقط أعرف جي بي أو جي. استعمل الفرنسية، هيا هنا لقد أتت الصور، فقط أضفت هذا ذلك الأمر أعطى لي هذه الصورة. سوف أضيف مثلا له هذه الصورة هكذا وأقوم بعملية الحفظ. هنا عندما أذهب إلى التي بعدها والتي قبلها، ها هي لقد تغيرت الصورة كما ترى. هنا لقد أكملنا الربط، عملية الربط الدالفي والصورة. ليس هذا هو درسنا، ولكن الفكرة التي نريد أن نقدمها هي في الطباعة. هنا لدينا مثلا نريد أن نطبع كل شخص، عندما أتطرق إلى شخص معين من هنا سوف أقوم بعملية طباعة ذلك الشخص. كيف نقوم بعملية ذلك؟ نختار المكون FRX
report الذي استعملناه سابقا وتعرفنا عليه، هذا هو الذي نقوم بعملية fr x report، وكذلك fr x dbsat يعني اي db dataset، هذا المكون سوف أربط به مع الجدول الذي استعمله، سوف أربطه بداتا سورس أو أربطه بالجدول ادو تيبل. من هنا لدينا أربطه داتا سورس، أعطيه داتا سورس، سوف أعطيه من هنا داتا سورس أو أعطيه من الجدول ادو تيبل، نختار خيار واحد من هاتين الخيارين فقط في هذا داتا داتا سات. وكذلك تستطيع أن تغير الاسم، اسمه هو كذا، ولكن الاسم هو الذي نريده في الطباعة، نغير في إيزر نايم، وإذا أردت أغير النايم تاعو سوف أغير اسمه في هنا في الدافي. سوف أضغط مرتين على الريبورت FRX report هذا الطباعة هنا. عندما تضغط مرتين على هذه البونت سوف تأتيك الخيارات الورقة يعني، ولدينا الحوافي يعني اللافت يعني الأيسر والأعلى والأيمن والأسفل، نختار وهنا مكتوبة بالسنتيمتر، أقول له أوكي، نختار ندع الخيارات كما هي. هنا عند اختيارنا للبوند نختار في البوند من هنا في هذا الخيار نختار مثلا ريبورت تيتر، هذا للعنوان، نكتب العنوان هنا أي عناوين لدي سوف أكتبها من هنا، ولدينا الخاصية هنا في زيادة والنقصان إذا كانت لدي كثير من العناوين، سوف أختار مثلا أعطيه تكست من هنا وأختار معين عنوان معين مثلا من هنا، أختار العنوان الرئيسي هنا كمثال فقط وأعطيه حجم كبير لكي يظهر لنا هكذا، أعطيه توسيط وأعطيه عريض كذلك ومائل، وقم بتسطيره وأعطيه لون معين كذلك، هذا هو العنوان، وأعطيه التوسيط، أعطيه التوسيط لي، سوف أختار هذا الخيار لكي أقوم بعملية مثلا العنوان أريده أن يأتي في الوسط، اختار من هنا سنتر، انا لقد قمت بعملية اختيار العنوان في السنتر. اختار البوند الثانية، البوند الثاني مثلا لدينا باج هيدر التي اضع فيها العناوين للجدول، وهذه سوف نتطرق اليها في طباعة القائمة، وكذلك لدينا باج فوتر الذي يريد ان يضع الصفحات، في كل صفحة نضع رقم صفحة ونضع أي شيء يريد أن يضعه في الصفحة، ولكن نحن نريد أن نضع كيفية ربط قاعدة البيانات، نختار ماستر داتا، هذا ماستر داتا هو الذي نضع فيه قاعدة البيانات. هنا نرى أن لا توجد قواعد البيانات هنا غير ظاهرة، أول شيء نذهب إلى ريبور من هنا ونضع داتا ونعرف لها الداتا داتا سات التي قمت بها أو تعريفها في الدافي، أقول له أوكي، هنا تأتي قواعد البيانات من هنا كما ترون، هذه هي قواعد البيانات التي أريد أن نضعها في صفحتي. مثلا في هذه الحالة أريد أن نضع الصفحة طباعة كل صفحة لكل شخص، أكبر البوند هذه داتا ماستر، سوف أعطيها هذه أستقر وأعطيها للعنوان فقط، والداتا ماستر سوف أكبرها على قدر الصفحة لأن كل شخص يأخذ صفحة خاصة به، هكذا سوف أضعها على الصفحة كاملة. هنا أختار العناصر Edit Text مثلا، أختار أنا يا أريد أن أضع الاسم الرقم واللقب والاسم وهذه كل جميع العناوين، سوف أختار بعضها، أكتب مثلا هنا الرقم، هو لقد قام بعملية التنسيق العنوان، سوف أنزع هذا التنسيق وأعطيه تنسيق ثاني هكذا، سوف أنزع التسطير وأنزع هذا وأعطيه خط أقل من هذا وأعطيه اللون الأسود
هكذا مثلا الرقم. وكل شخص يريد أن ينسق مثلا لديه صفحة معينة يريد أن ينسقها على حسب الذي هنا لقد وضعت البيانات الثابتة وسوف نضع لها سوف أقابلها بقواعد البيانات يعني الحقول التي تابعة هي لها. مثلا نقوم بعملية المعاينة هكذا سوف لا تأتي أي عناصر التي وضعتها في تلك البوند. كيف نظهر هذه العناصر؟ نضغط هنا مرتين على ماستر داتا وأعطيها هنا FRX DB Dataset، سوف أعطيه هذا الخيار وأقول له أوكي. عندما أقوم بعملية المعاينة سوف تأتي الصفحة كما ترون هكذا. سوف أضيف لها قاعدة أو العناصر البيانات. هنا لدي الرقم، أسحب أضغط على العنصر هكذا وأعطيه له هكذا بهذه الطريقة. سوف أكبره لأنه يقوم بنفس عملية الحجم. النوم يعني أعطي اللقب هكذا كذلك، سوف أكبر له الحجم هكذا. والبرينوم كذلك الاسم، وهنا نستطيع أن نغير في قضية الاسم فقط، ليس أن يبقى بحجمه الكبير هكذا. وكذلك نعطيها الخصائص أنه يكون محتوى في هذا المربع، أو نعطيه خاصية أن المربع هذا يكبر مع الكتابة ويصغر، مثلها مثل الخصائص التي نستعملها في الدلفي للإيديت وللبانل وجميع العناصر التي نستعملها أو الخصائص التي نستعملها من هنا. يعني لا داعي للتطرع إليها، هنا نريد أن نعرف كيف نقوم بعملية الطباعة. نقوم بعملية المعاينة، هنا لقد قام بعملية المعاينة. المحاذاة وكل شيء هذه تلك التنسيقات تبقى عليكم كما تعرفون أو تعلمتموها في الدرس. سوف نضيف هنا فقط، سوف نضيف الصورة هنا، نضيف الإيماج. عندما نضيف الإيماج من هنا ونعطيها حجم معين مثلا هكذا، سوف أبعد صغر في هذا الحجم وأعطي الصورة من هنا. هنا عندما أقوم بعملية معينة سوف تأتي الصورة على عن طريق نص معين، يعني لا تظهر الصورة كما ترون بأمسيس. هنا لا أعطيها من الخيار من هنا، ولكن أضغط عليها هكذا، أنزع هذا الخيار وأختار لها خيار من هنا، هذا بيكتور أوبجكت، سوف أظهره من هنا. هذا العنصر هذا هو بيكتور أوبجكت، سوف أختار هذا العنصر وأضعه من هنا وأعطيه الخيار من هنا من هذا السهم، سوف أعطيه إيمج هكذا. عندما أقوم بعملية معينة ها هي لقد أتت عن طريق الصورة للشخص. عندما أغير الشخص الثاني ها هو الشخص الثاني، الشخص الثالث، الشخص الرابع، وهكذا لكل شخص مع صورته كما ترون. وعندما أنزل إلى الصفحة الثانية أو الصفحة الثالثة سوف أجد جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة البيانات مع صورهم، وكل شخص ملصق بتلك التنسيق للصفحة مع صورته. هذا عندما تكون لديك صفحة وتضع تلك المعلومات لكل شخص مع صورة له. إن شاء الله أنها اتضحت لكم هذه الفكرة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف نقدم لكم أنها عندما تضغط على الشخص فقط معين يقوم بطباعة ذلك الشخص. كيف نقوم بذلك في الدرس القادم إن شاء الله سوف نقدمها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.